أخبار اليوم. والله أهم ملامح البطولة إن البطولة السنة دي بيشارك فيها 22 دولة، عندنا 32 لعيب، كان عندنا 132 لعيب، 148 لعيب شاركوا فيها، 132 شاركوا تصفيات من يوم الحد 9 لغاية امبارح عشان يطلعوا 16 لعيب ينضموا ل 16 الموجودين فوق المحترفين ويلعبوا النهاردة ضد 32. من اللعيبه من شايف ادائهم عامل ازاي، شايف امكانياتهم عامله ازاي؟ لا انا بشكر الاتحاد المصري استاذ محمد الامناح وبالاخص الاستاذ عمرو الخرادلي، لان الحقيقه هم يعني احنا تيم واحد مع بعض، ودلوقتي جبنا احسن مدرب في العالم للناشئين بيجي مرتين في السنه اتفقنا معاه، والراجل حب مصر وقيم اللعيبه الناشئين الصغيرين في مصر، بنتكلم في 13 سنه 14 سنه 15 سنه لغايه تحت 21، في 8 لعيبه هم ماسكهم، ان شاء الله هو بيتنبأ ان واحد من دول هبقى في يوم من الايام من ابطال العالم. يعني بالنسبه للدور قبل النهائي والدور النهائي، حضرتك شايف اللعب عامل ازاي؟ لا والله انا معلش عافيني من السؤال ده، انا كممثل اتحاد دولي ورئيس المسابقات وكده ونائب رئيس اتحاد دولي العاب الرياضه، يعني ما احبش اتوقع حاجات من دي للعيبه، بس انا متاكد ان احسن لعيبه هم اللي هيوصلوا يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا فندم ان شاء الله.